بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس في الحرام من غزة فلسطين. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من كتاب اللي هو غير تفكيرك غير حياتك للكاتب المعروف براين تريسي، واللي حنتناول معكم اليوم في هذه الحلقة اللي هو الصورة الذاتية لأنفسنا وكيفية تحسينها والعمل على استثمارها في تحقيق أهدافنا على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي. فخليكم معنا خلال حلقة هذا اليوم. وبيحكي الكاتب عن موضوع الصورة الذاتية وكيف إنها بتتكون من خلال اللي هو التجارب اللي مر بها الإنسان، من حيث تجارب الإخفاق، النجاح، الانفعالات، الأفكار، المعلومات والمعتقدات اللي هو اتلقاها على مر حياته المختلفة. وبتكلم الكاتب عن اللي هو موضوع التحسين في حياة الفرد بأنه بينعكس هذا التحسين على الصورة الذاتية للفرد نفسه، وأنه الصورة الذاتية للمستوى الداخلي للشخص بينعكس في المستوى الخارجي لتعامله مع اللي هو الأفراد في حياته العامة. وبأكد الكاتب على أنه الصورة الذاتية للإنسان بتتشكل من خلال الخبرات ومجموعة القرارات اللي هو تلقاها والأفكار والمشاعر والمعلومات وتجارب النجاح والإخفاق اللي هي مرت عليه في حياته وساهمت في تشكيل صورته الذاتية المصغرة. ويكمن الخطر في الصورة الذاتية المصغرة إن هي بتشكل الصورة الذاتية الكلية للإنسان، وبالتالي هي اللي بيصبح الإنسان بيعبر فيها عن نفسه وعن ذاته وعن مشاعره وعن مفاهيمه، وبالتالي هي بتشكل أو بتحدد أداءه العام اللي هو لازم يمارسه في حياته الشخصية أو في حياته المهنية. وبنتكلم على أنه كل شخص لديه مجموعة من الصور الذاتية المصغرة واللي هي بتحدد الصورة الذاتية الإجمالية للشخص نفسه، واللي هي بمنطلقها بيحدد اللي هو أداؤه العام ويكون لها دور مؤثر ومهم في اللي هو سلوكيات الإنسان وفي الأفعال اللي هو بمارسها بشكل يومي في حياته اليومية. طبعا كل شخص في هذه الحياة له صور ذاتية مصغرة عن كل جانب من جوانب حياته اليومية. فمثلا كل شخص لديه صورة ذاتية عن حجم الرياضة اللي هو بيمارسها، عن حجم الطعام اللي هو بيأكله يوميا، أيضا لديه صورة ذاتية عن حجم العلاقات، العلاقات مع الابن، مع الزوجة، مع الأقارب، أيضا هناك صور ذاتية عن المال، عن الصحة، وهكذا. كل شخص لديه صور ذاتية عن الجوانب اللي هو بيمارسها خلال حياته، وكيف ممكن الشخص أنه يساهم في تغيير هذه الصورة الذاتية لو كانت سلبية ويعمل على تحسينها ويحولها إلى صورة ذاتية إيجابية في حياته اليومية. وخلينا نضرب مثال على ذلك. فكثير من الأشخاص بيعتقد أن صورة ذاتية المصغرة عن المال هو ذلك الدخل الذي يجنيه فقط من خلال وظيفته أو من خلال عمله، وللأسف هو ما بتصور أنه ممكن لو غير هذه الصورة الذاتية المصغرة عن نظرته للمال ممكن هو يجني ضعف المال الذي يجنيه في الوقت الحالي. فلو أنت استطعت أنه أنت تغير من صورة الذاتية المصغرة عن جانب المال، فممكن أنت تجني ضعف هذا المال لو أنت حطيت صورة أو غيرت هذه الصورة الذاتية إلى صورة ذاتية انه انت تكسب ضعف هذا المال اللي انت بتجنيه في الوقت الحالي. طبعا انت هتحكي لي كيف انا ممكن اغير من صورتي الذاتية؟ بنقول لك انه احنا من خلال اللي هو تغيير المفاهيم والمعتقدات والافكار اللي هي طبعا انت بتتلقاها بشكل يومي. لو انت قدرت تغير هذه المفاهيم هتتغير نظرتك وصورتك الذاتية عن جنيك لمستوى المال او المستوى الدخل اللي انت بتكسبه في وظيفتك او في عملك الحالي. وبتكلم الكاتب عن أسوأ المفاهيم اللي أنت ممكن تتلقاها في حياتك هو محدودية الذات أو هي محدودية القدرات لذاتك. هذه المحدودية ممكن تترجم إلى اللي هو قلة الإمكانيات أو تصديق أنه عدم أهليتك اللي هو تنفيذ الأهداف اللي أنت بترغبها أو النشاطات اللي أنت بتتمناها المتعلقة بصورتك الذاتية. فمن الممكن أنه تصبح هذا حقائق ووقائع في حياتك العملية واليومية وتعمل على تصديقها، بل وتختلق الآثار والمبررات لأنك تعمل على تصديقها، وللأسف تصبح حقيقة واقعة في حياتك اليومية. لذلك يعتبر الحل الأمثل لتحرير إمكاناتنا وتحرير مفاهيم محدودية الذات، وذلك من خلال تخيل أنفسنا أنه ما من حدود تمنعنا لتنفيذ أهدافنا، ما في عوائق تمنعنا من إنجاز أنشطة اللي إحنا بنرغب فيها، ما في شيء في الكون ممكن أنه يعيقنا من تحقيق أهدافنا. ذلك يعتبر الحل الأمثل لتحرير إمكاناتنا واللي هو مواجهة مفاهيم محدودية الذات هو إطلاق العنان لأفكارنا ومعتقداتنا وإطلاق العنان
كمان لي اللي هو التحدي من أجل اللي هو تحقيق أهدافنا وإنجاز أنشطتنا. فيجب عليك أن تتخيل بأنك غير محدود القدرات، بأنك يعني يمكن لك تنفيذ أي هدف أنت بتتمناه أو بترغبه. تخيل نفسك أنه أنت في عملك غير محدود الطاقة، تخيل أنه لديك الإمكانيات لتنفيذ أي شيء أنت بتفكر فيه أو بتحلم فيه. عندما تطلق العنان لتفكيرك ولقدراتك ولمواهبك، فأنت يعني بتساهم في تعزيز صورتك الذاتية الإيجابية اللي ممكن هي تقودك إلى تحقيق أهدافك على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي. لذلك تعتبر نقطة الانطلاق للقضاء على مخاوفك وإطلاق العنان لقدراتك هو أن تعمل على برمجة عقلك بإدخال قناعات إيجابية وشجاعة وبناءة من حيث اللي هو المعلومات والأفكار اللي هي ممكن تدفعك تجاه تحقيق وتشكيل صور ذاتية إيجابية عن نفسك وعن ذاتك، خصوصا لو انت فكرت في الجوانب اللي احنا حنطرحها في التمرين العملي ان شاء الله اللي حيكون معنا في نهاية الحلقة. هذا التمرين المميز حيتناول 6 جوانب من جوانب حياتك اليومية، وهي المال، الصحة، مستوى الأداء في العمل، أيضا نظرتك عن اللي هو مستوى الطعام، مستوى الرياضة اللي أنت بتمارسها. هذه الجوانب حنتناولها بالتفصيل إن شاء الله من خلال اللي هو مقياس من درجة 10 من 10 درجات. أنت حتحط طبعا اللي هو الدرجة الحالية لصورتك الذاتية الحالية المصغرة عن كل جوانب من هذه الجوانب. طبعا هيكون التقييم من 10 لصورتك الذاتية الحالية والصورة الذاتية المستقبلية اللي أنت بتطمح إلى تحقيقها من خلال بعض العوامل اللي أنا حذكرها لكم في هذا التمرين. وحترك لكم هذا التمرين في وصف الفيديو من خلال رابط. أتمنى أنه الكل ينزل هذا الرابط ويطلع على هذا التمرين، وإن شاء الله يفيدكم هذا التمرين ويساهم في تطوير حياتكم وصور الصور الذاتية المصغرة لجوانب حياتكم المختلفة. وبنشوفكم إن شاء الله على خير، وبنشوفكم الحلقة القادمة لنناقش هذا التمرين. تكون طبعا الحلقة القادمة مخصصة لهذا التمرين إن شاء الله تعالى. وبتمنى منكم ما تنسوا الاشتراك في القناة وتعملوا إعجاب لهذا الفيديو لننقل المعرفة والعلم لغيركم إن شاء الله تعالى. وأشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.